المملكة المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر وتعديل قوانين اللجوء لردع المهاجرين عن عبور القناة الإنجليزية التي تفصلها عن السواحل الفرنسية بنحو 40 كيلومترا فقط، وذلك بعدما نجح أكثر من 4000 شخص في عبور القناة الإنجليزية باستخدام قوارب مطاطية صغيرة منذ مطلع العام الجاري. وسيقوم وفد بريطاني يترأسه وزير الهجرة كريس فيليب بزيارة إلى فرنسا لإجراء محادثات مع الجانب الفرنسي لمناقشة كيفية تقليل عدد المهاجرين. What's going on is the activity of cruel and criminal gangs. ما يحدث هو نشاط العصابات القاسية والإجرامية التي تخاطر بحياة هؤلاء الأشخاص وتأخذهم عبر القناة، وهي منطقة خطيرة جدا من المياه في سفن يحتمل أن تكون غير صالحة للإبحار. نود أن نوقف ذلك بالعمل مع الفرنسيين، وبالنظر إلى الإطار القانوني الذي لدينا يعني أنه عندما يصل الأشخاص إلى هنا يكون من الصعب جدا بعد ذلك إعادتهم أو ترحيلهم. القوانين البريطانية الحالية تتبع لوائح الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، وهي تتيح لطالبي اللجوء إلى تغيير الدولة الأوروبية التي لجأوا إليها إلى دولة أخرى ضمن دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع بريطانيا في نفس هذه اللائحة. من الواضح أن أرقام المهاجرين أعلى هذا العام. بريتي باتل وزيرة الداخلية تقول بنفسها إن ما نحتاج إلى رؤيته هو أن يقوم الناس برحلة آمنة. لا نريد أن يقوم الناس بهذا النوع من الرحلات. ما لم تقله هو أن البرنامج الرائد في المملكة المتحدة لمساعدة الناس وتمكينهم من القيام برحلات آمنة لأنهم لاجئون تم تعليقه منذ مارس. لم تأتي رحلة واحدة إلى المملكة المتحدة في برنامج إعادة التوطين منذ مارس. ليس أمام بريطانيا إلا أن تضخ المزيد من الأموال للجانب الفرنسي لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية القادمة من السواحل الفرنسية. الطقس الحار يساعد كثيرا القوارب المطاطية في النجاح إلى الوصول إلى السواحل البريطانية التي تعد القبلة الأولى بالنسبة للاجئين المتواجدين على الأراضي الفرنسية، نظرا لقبول هذه البلاد القوانين التي تسمح بحقوق الإنسان ومراعاة اللاجئين بشكل كبير. عمرو منيري، قناة الغد، لندن.